في إنجاز نوعي جديد يضاف لإنجازات المملكة، حصدت أمانة العاصمة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني جائزة التميز الإلكتروني لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية خلال المؤتمر 14 للمنظمة والمنعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذه الفئة، متقدمة بذلك على 22 مدينة شاركت في ترشيحات هذه الجائزة. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من العاصمة المغربية الرباط المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، مدير عام أمانة العاصمة. مساء الخير سعادة الشيخ، بداية نبارك لكم هذا الإنجاز، وبودنا لو تحدثنا قليلا عن المشروع الذي فازت أمانة العاصمة من خلاله بهذه الجائزة. نعم، بداية شاكر لكم هذا اللقاء. طبعا فوز مملكة البحرين ممثلة بأمانة العاصمة بهذه الجائزة في مجال التطور في الأنظمة المعلوماتية لا شك أنه يعزز الموقع الريادي في مجال التطور في استخدام الأنظمة المعلوماتية. نعم. طبعا هذا الاجتماع 14 للمؤتمر العام للعواصم والمدن الإسلامية في العاصمة الرباط في المملكة المغربية الشقيقة. طبعا أمانة العاصمة مثل ما تعرفين أختي مريم عضو فاعل في هذه المنظمة، وينعقد المؤتمر العام كل 3 سنوات، وكل مؤتمر عام يتم تكريم المدن الفائزة في الجوائز بمختلف أنواعها. هناك ما يتعلق بالبحث والإدارة والعمارة في الخدمات البلدية. هذه الجائزة لأول مرة تضاف للجوائز السابقة. طبعا وإحنا فخورين جدا في أمانة العاصمة أن نفوز بهذه الجائزة بين 22 عاصمة ومدينة. أختي مريم، طبعا الجوائز هذه فيها فائدة كبيرة. نعم. للمدن، هي تهدف بالأساس تعزيز المنافسة والابتكار بين المدن. لابد في تنافس شريف بين هذه المدن لتطور الخدمات التي تقدم للمواطنين بشكل عام. نعم، بالتأكيد سعادة الشيخ، لو تحدثنا عن مميزات هذا النظام الذي فازت البحرين من خلاله بهذه الجائزة. نعم، طبعا احنا شاركنا في برنامج تراخيص الإعلانات التجارية. هذا البرنامج طبعا تم تنفيذه بالتعاون بين البلديات وإدارة نظم المعلومات بالوزارة، وبالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مشكورة. طبعا هذه تأتي ضمن توجيهات الوزير ووكيل الوزارة لتسريع وتسهيل الإجراءات. الهدف من هذا البرنامج هو حقيقة ما يتعلق بتراخيص الإعلانات وإصدارها وتسريع إجراءات ومتابعتها، وهي تستهدف بالأساس الشركات والمؤسسات العاملة بهذا المجال. نعم بالتأكيد. المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، مدير عاصمة أمانة العاصمة، شكرا جزيلا لك.